عشان نقول لك هي حاجه عاديه، هذا العيد الحب ولا اي عيد، وعندي واحد الوالد انا اللي في ما يسمع شي عيد يقدر يحتفل معنا به، واش فهمتيني؟ يا عيد حب، يا عيد مولد نبوي، يا عيد اضحى، يا عيد يعني كتكون عندكم ديك الطقوس المميزه ديال لو سان فالنتين، تتكون واحد الاجواء اللي هي زوينه مع موالين الدار. بالنسبه للوالد، حس الوالد هو اللي تيخلق لينا هاد عشان نقول لهم هاد العيبات، هو اللي تيخلق الامبيونس. هو اللي تيخلق الامبيونس ديال هاد الاعياد. ايوا، واش شتي شي كادو الوالده ديالك؟ شريت لها واحد العيبه زوينه، واحد التويشيه. ولما تبغي اليوم تقول كلمه كنبغيك. كلمه نبغيك، نبغي نقولها اي واحد تيبغيني، وبالخصوص والديا اهم حاجه. كنحتفلوا به في اي عيد، كنحتفلوا به حنايا لا فامي ديالنا، ماشي ضروري نحتفلوا به. فالنتين على شي حاجه اللي واحد ما نقولوش عيد، حيت حنا كمسلمين العيد ديالنا راه عندنا شي عيد. هذا عيد، ولكن هذا واحد العيد بحال عيد رمزي نقدروا نقولوا. فوالا فهمتك، كنحتفلوا به. الوالد ديالي كيحتفل بوالده، يضحك معاها، يخلق معنا حنايا، هادشي ضروري. كيفاش كتكون عندكم في الدار في ذاك الوقت؟ ذاك النهار كيكون واحد نتجمعوا حنا لا فامي، كندير واحد العشيوه، كلشي كيخلق بحال قلتي لي اون كوبل كيخلقها مع مارشو هكا، هذا صافي هادشي اللي كاين. الوالد ديالك ياخذ لي كادو الوالده؟ لا لي كادو لا. ولكن تبغي تقول كلمه كنبغيك؟ كلمه كنبغيك يا اي واحد كيبغيني كيف نقول لك انا كنبغيك، ولكن الوالدي اكثر، وخصوص الام ديالي اكثر. شنو الميساج اللي بغيتي توصل؟ الام ديالي انا ربي خليها ليا وطول لي عمرها في هذا النهار هذا، والله يسمح لينا من الوالدين وصافي. والله في الحقيقه كنحتفلوا انا الوالد الوالده خوتي كاملين كنحتفلوا بهاد 14 فيفري. كيكون عندكم الطقوس ديال هاد النهار المميز؟ صراحة كل فهمتي كيجيب كادو للشخص العزيز عليه في الدار، بحال الوالد كيجيب الوالدة، حتى حنا الدراري كناخذوا الوالدة ديالي. خديتي كادو الوالدة ديالك؟ خديته صراحة. تبغي تقولي لنا شنو الكادو اللي خديتي؟ لا بغيت نخلي سبيس. لما تبغي تقول كلمة كنبغيك في هاد النهار؟ نقولها للوالدة ديالي، هي اللي كنظن كتستاهل هاد الكلمة صراحة. وشنو الميساج اللي تبغي توصل ليها من جريدة السفير؟ غنبغي نقول لها كنبغيك بزاف وانت اللي عندي والله يخليك لي. لا بصراحة أنا ما تنآمنش بالحب نهائيا، لأن الحب نقول من قرب ينعدم من غير من أجل المصلحة، اللي غادي يحب غير غادي ينافقك ولا غي من أجل المصلحة ديالو، ولا كان عندك شي مصلحة عنده غيكذب عليك غينافقك، اما باش تقولي تحبك من اجل الشخصيه ديالك او الذات ديالك ما كايناش، لان فهاد الزمان ديالنا ولاد الاخوه تنكروك، والاب الام ديالك تقدر تنكرك فهاد الزمان او ما تفكرك او تكتب لك شي رساله حب ولا والو. اللي نقول لك فهاد الزمان ديالنا اغلبيه ديال البشريه ولات من اجل المصلحه ديالها، هادشي اللي نقول لك، مصلحه ولا شاف عندك شي مصلحه يقرب ليك غير يقضي المصالح ديالو وما يبقاش ينكرك ولا يدير لك شي مكر باش يغدرك. هذا هو في نظرك الحب ما كاينش؟ لا الحب الا كنا نقولوا العشق ولا كذا، العشق حتى هو تفقد، لا تعشق شي انسانه ولا تهدي لها شي ورده ولا شي زوردات، من الاحسن ما تهديش لها ورده ولا شي زوردات، من الاحسن هضر هدي ليها النكران وبعد. هذا هو اللي نقول لك عليه. هادشي كتقولوا لنا بناء انا سيدي على شي تجربه شخصيه عشتيها ولا ما نقول لك الحقيقه، لان ماشي تجربه، الواقع ديالنا هو اللي جربناه، لان الواقع هو اللي خدينا منه تجربه، عرفنا الناس وعرفنا الحب فين كاين، وعرفنا لان ما غاديش يحبك اللي قربتي ليه غير الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يحبك، ولكن الا كنتي مخلص. اما انسان اخر الا كذب عليك ما غاديش يحبك من اجل الشخصيه ديالك ولا من ذاتك، او يقدر يحبك غير من اجل مصلحته ولا يكذب عليك ويقضي فيك مصالح ولا يدير لك شي رساله مهمه عجباته ويخليها
خليها ليه هو، اما باش يستنف يحبك لمصلحتك ما كايناش، ما غاديش يعطيك، غير يبغى ياخذ منك ولا شاف عندك شي اتجاه في مصلحته غادي كانه الدعم. هي الصراحه انا سان فالونتان ما كنحتفلش به، ما حتى مع لا فامي والوالدين لا، حيت اصلا حنا في الثقافه ديالنا ما عندناش سان فالونتان. ما عرفتش بوتيت لي زوتر هما كيحتفلوا به، انت راك عارفه لو بوبل ماروكان الموجه اللي جات كديه اي حاجه كيحتفلوا بها، سان فالونتان، الريفيون، سميتو كل شيء اي حاجه. المهم حنا دوله اسلاميه والدين ديالنا ما كيخليناش اننا نحتفلوا بحال هذا الشيء. الحب هو كاين، لامور اكزيست، ولكن ماشي با فورسيمون في داك لو جور اللي غيجي العيد اللي غيجي سان فالونتان. هو تيكون زعما الحب كيكون في الحياه كامله شاك جور، الا كان شي واحد متعلق بشي وحده فوالا هادشي اللي كاين. انا ما كنحتفلش به. وإذا سولناك قلنا لك لمن تقول كلمات كنبغي؟ كلمه تنبغي كنقول الاول وحده هي الوالده ديالي، الوالدين هما الاولى، سيرتو الوالده ديالي. وشنو الميساج اللي تبغي الوالده ديالك تسمع؟ ديمو سبيسيال اللي غيوصلوا لقلبها. ديمون سبيسيال كنبغيها بزاف وهي اللي عندي في الدنيا والله يخليها لينا.